بخصوص الفيزا، حنا تنعرفوا بان كاين هناك اكراهات اخرى خاصه بالطلب ديال الفيزا بالنسبه لليهود المغاربه الاسرائيليين، ماشي اللي عندهم الجنسيه الامريكيه او الاوروبيه. هذه مشكله كبيره. اسمح لي اسمح لي، الوقت اللي كان الملك حسن الثاني الله يرحمه قال يهود مغاربه اولادي مرحبا بكم، ما خصناش الفيزا، ما خصناش الفيزا، جينا بلا فيزا بلا والو. ودابا قالوا لنا لا تا يهود المغاربه لازم يطلبوا فيزا. هني دابا الفلوس زايد من 100 دولار، هني دابا الوقت اللي تنتسناو تاني يعطيونا الفيزا. تنهضر على اسمح لي، حنا درنا هنا، انا ولد الدوله هذه. يعني انت يهودي مغربي يعني كامل كامل المواطنه. انا راسي كرسي قلبي مغربي، علاش نجي للمغرب ونطلب فيزا؟ انا جاي 15 خطرات في العام، 15 خطرات 15 طلبات، ياك 120 دولار الفيزا هي تقريبا 2000 دولار لان غنخلص على فيزا بوحده كل عام. حاجه واحده اخرى قلتيها لي اللي هي البطاقه الوطنيه اللي كتلقى انت عندك مشكل دائما في كيقولوا لك على لاكارت ديدونتيتي ديالك المغربيه. شوف انا تزاديت هنا، عندي الورقه، عندي بريت فاميل، عندي لي سي باسي، انت خرجنا من هنا في الوقت اللي كانوا هنا فرنساويين في 1954 خرجنا. مهم علاش تيديروا لي مشاكل على كارت ناسيونال وعلى الباسبور؟ علاش؟ لو كان عندي كارت ناسيونال، لو كان عندي باسبور مغربي كاع ما نطلبش فيزا. دابا واش انت فايت طلبتي البطاقه الوطنيه والباسبور وترفضوا لك ولا ما عمرك طلبتيهم؟ لا طلبت، عندي محامي في الدار البيضاء اللي تيطلب بلدي ما تيقولوا ما يمكنش ما يمكنش ما يمكنش. باش كيعللوا هذا الرفض؟ براو نجيب شي جوج ناس كبار اللي يعرفوني، ايمتى كنت انا صغير ومشيت من المغرب في 3 سنين، منين لقى الناس بحال هكا كاملين توفاو ما كاينش. اللي كاين ختي مدفونه في المعره دي كازا. يعني المشكل تيبقى على اساس ان تيطلبوا لك شهود باش انك ايه، وعندي الورق، عندي الورق، عندي كل شيء، يعني انا عطيتهم في عطيتهم المحامي، عطيتهم في المعتقل في الدار البيضاء، عطيت كل شيء، عطيت كل شيء، وعطيت مشاكل اوكي يا بيرسوناليتي، وانا تنحشم نهضر على راسي. لا دابا حنا هذا الشيء رغم اللي كيوقع لك كيوقع لك كذلك العموم اليهود المغاربه اللي عايشين تما. الور اليهودي المغربي ملي تيجي وتلقى بان عنده اكراه باش يقبض لاكارت ديدونتيتي، شنو هو الاحساس ديالو كيكون؟ نقول لك الحق، ميجوريتي ما يطلبوش، ميجوريتي ديال اليهود المغاربه اللي تزادوا هنا ما يطلبوش. ما عايشين دابا في اسرائيل، مغرب شويه بعيده عليهم، ما يطلبوش. انا جاي هنا عندي اجونس دو فياج، انا جاي مع بزاف ديال السياحين، حاجه وحده. حاجه ثانيه عندي اجونس اللي تتشري من هنا في المغرب اكثر من مليون درهم في العام، اكثر من مليون درهم في العام تتشري من هنا وتتمشي له مثلا السردين، مثلا الزيتون، مثلا ارتيزانا، مثلا برارد والسنيات. يعني داكشي تقليدي والخاص بالمغرب كتسطروا انت معلوم. انا مشى كونتينر من مراكش، مشى كونتينر من مراكش لكازا، ومن كازا طلع في الشحن باطو مشى لاسرائيل حيفا، فهمتي؟ ابلا دا 3 ولا 4 خطرات في العام. يعني انت خصك تسهيل المأمورية باش انك الولوج للمملكة المغربية، البطاقة الوطنية ديالك اللي تطالب بها الان باش انهم يسهلوها لك، ثانيا يسهلوا المأمورية لجميع ارباب الوكالات ديال الاصفار باش ان الدخول والولوج ديالهم للمغرب، خصوصا انهم كيطلبوا فيزا متعددة. يعني هذا الطلب الاجمالي. ايه هذا اول طلب اللي حنا جايين لازم يسمعوها
يفهموها هادو لي هادو في الرابع اللي ممكن اليوم يديروا شي حاجه اللي حنا اللي زدنا هنا في المغرب نجيو المغرب بلا فيزا.